16 عاماً مرت على عودة هذه الأم التونسية الجنسية من الجزائر لتقيم في مسقط رأسها تونس رفقة أبنائها الثلاث الذين أنجبتهم من أب جزائري. ورغم مساعيها خلال هذه السنوات لمنح جنسيتها لأطفالها كي يتمتعوا بكامل حقوقهم كمواطنين تونسيين، إلا أن مساعيها لم تفلح. قالت لي برشا مشاكل، يعني الصغاري ما عندهمش الحقوق في برشا حاجات، منها الخدمة، ما نجموش يخدموا، يعني في أي مشروع، في مثلا في دار مثلا شي ياخذوا دار وكل، ما فماش، يعني ما عندهمش حق في حتى حاجة. بطاقة إقامة مثلا تتعطل وتستنى وتمشي وتجي وما شنية، شوف معناها شهر شهرين ثلاثة أشهر تقعد ماشي جاي، مثلا آخر مرة يمكن 9 أشهر قعدت نمشي ونجي على بطاقة إقامة. مثل هذه الحالات العالقة والتي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية ستخول لهم الأحكام الانتقالية التي يقرها التنقيح الذي سيتداوله البرلمان قريبا التمتع بالجنسية التونسية. ويهدف التنقيح الجديد في قانون الجنسية إلى مزيد دعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، إذ ينص على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته. مباشرة بعد أن تتم المصادقة عليه سيتم منح كل مولود من أم تونسية وأب أجنبي خارج تونس سيصبح بعد صدور هذا القانون تونسيا. الحالات اللي بقيت عالقة سيتم أيضا النظر في شأنها وسيتم أيضا حلها. وقد تم تعديل هذا القانون في مناسبتين سابقتين، إذ أقر تعديل العام 1993 تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من الجنسية التونسية بتصريح مشترك من الأبوين، بينما اكتفى تعديل العام 2002 بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونيا. قانون 93 و2002 تعرض للمسألة واشترط معناتها أنه تكون موافقة الأب، وهذا معناتها الموافقة مش بالسهل وأنها تتحصل عليها، في خصوص معناتها كيف يكون فما نزاع زوجي يكون معناتها فما طلاق. إذا نعتبر أنه حق الأم التونسية في إسناد جنسيتها لأصولها لمعناتها أبنائها. من المنتظر أن يمكن هذا التعديل على مستوى قانون الجنسية من تقديم حلول فاعلة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين حرموا من الحصول على جنسية أمهاتهم باختلاف وضعيتهم. وفي شتى الحالات فإن هذا التنقيح المرتقب سيمثل خطوة أخرى إلى الأمام من شأنها تعزيز رصيد التشريع التونسي في مجال حقوق المرأة. منيا غرياني، اليوم على الحرة، تونس.